السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وقناتكم بشرة شانيل. ولا كنت اول مرة كتشاهدوا القناة كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. ما تنسوناش من اللايك والاشتراك فضلا منكم ليصلكم الجديد. كيف ما كتشوفوا معايا سكينة غلامور كتدخل المستشفى وكتبكي بحرقة وكتطلب دعواتكم لها بالشفاء. هانتوما غادي تشوفوا شنو حطات على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبالنسبة للناس اللي ما كتعرفش سكينة غلامور فهي تورطات في حساب حمزة مون بيبي بسبب التشهير. وغادي تشوفوا معايا كذلك والد زوج اليوتيوبر المعروفة مانويلا الشرقاوي في المستشفى فدعواتكم ليه بالشفاء. سكينة غلامور كتقول البنات دعواتكم ليا بالشفاء تبوش ليا عرق في رجلي الله ينجيكم. دعواتكم لها بالشفاء العاجل الله يشافيها ويشافي جميع المسلمين والله يعفو عليها ويفك صراحة يا رب. ومانويلا الشرقاوي حطت على الحساب ديالها البنات دعيو مع شيخي بابا صهيب دار عملية صعيبة. شكرا جزيلا الله يرحم الوالدين كلهم ديالك وكنشكرك تعبتي وجيتي وهذيك الله يكثر خيرك. ولكن تعطيتني بحب اللوطه قلتي لي عمي انت بلندي مازال كتفكها الساعه وانا كنحس بالرلوط قزاويك عاودت تقول لي احسن بهذا الله يحببك. ايوا هذا ممكن هذا قضاء الله بنتي معايا كان مرة نتكلموا قضاء الله اذا كيتصرف الحمد لله خير حالة احسن فالله يخليه لكم وطول بعمره ان شاء الله ويخلي كل واحد والديه يا رب والله يشافيه ويشافي جميع المسلمين. دعواتكم ليه بالشفاء. شكرا على حسن المتابعه الى فيديو جديد ان شاء الله. لكن قبل ما تخرجوا ما تنسوناش من اللايك والاشتراك فضلا منكم ليصلكم الجديد. مع السلامه.